العلم قال انا احرزت غايته، والعقل قال انا الرحمن بي عرف. فافصح العلم افصاحا وقال له باين الله في قرانه اتصف. فايقن العقل ان العلم سيده، فقبل العقل راس العلم وانصرف. تحيه الى راس علم امراض الكلى العالم الجليل الاستاذ دكتور محمد صبح، يقدمها الاستاذ الدكتور حسين شريفة. طبعا لا يسعني ان اتقدم بخالص ايات الشكر لسعاده الاستاذ الدكتور محمد القناوي رئيس جامعه الموصوله، واستاذتنا الفاضله الاستاذ الدكتور عمرو دراسي نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا، وكل الناس الكرام وكل الحضور. طبعا اما الدكتور نجم، وكانت حاجه لطيفه جدا السنه دي انه بدا المؤتمر بشهاده على عصر الدكتور محمد صبح، لان احنا بنقول النفرولوجي، يعني يمكن ذكر النفرولوجي ان الدكتور محمد صبح استاذ كل اساتذه الكلى وكل اطباء الكلى في المنصوره، هو مش في المنصوره فحسب، ولكن الدكتور محمد صبح لو عملنا تقييم عادل هو يمكن رقم 2 بعد الدكتور رشيد برسوم في مستوى على مستوى مصر كامله، ويعني ممكن نختلف هو الاول ولا الدكتور رشاد، بس هو الدكتور رشاد علشان السن بنقول ان هو في المقام الاول. ببدا انا مش هطول لان برضه الدكتور ناجي قال ما تطولش، فلو اتكلمت عن الدكتور صبحي ممكن اقعد اتكلم عنه ساعات متصله بل ايام. بتبدا القصه من الصغر، ده صوره الدكتور محمد، هو شاب يمكن قبل ما يتخرج من الطب، وشاب مكافح ودي صوره من الصور النادره جدا يمكن الدكتور ناجي تشوفها لاول مره، وهي صورة الدكتور محمد صبح وهو بناقش رسالة الماجستير. الدكتور صبح اتخرج من الكلية سنة 73 وخد الماجستير سنة 77. الصورة دي كانت أثناء يعني 76 تقريبا، فكان بيناقش رسالته وما كانش لا في الكارديولوجي ولا في النفرولوجي، كان في السوفيشيال فارسس. ودي صورة بتحمل طبعا الناس كلنا بنعزهم ونقول لهم أستاذ الدكتور زكي شعير، دكتور رائد الرفاعي، دكتور زهير العامر، ودول كانوا معين الاول اللي عمل قسم البطه اللي احنا كلنا بنشرف ان احنا اعضاء فيه وتعلمنا فيه وكبرنا فيه. النقطه هامه جدا في الدكتور صبح، انا حاطط الصور بدون ترتيب ولان الدكتور ناجي قال لي ما تطولش. الصوره دي هامه جدا، لاند مارك، وده درس احد الدروس المستفاده للي عاوز ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه ويبقى له قدر ويشار اليه بالبنان، انه يحترم اللي جابوه للدنيا اللي هو الوالد والوالده. فبر الوالدين، يعني بر الوالدين هو يمكن ده اهم الاشياء اللي ممكن الواحد يتحلى بيها. لدرجه الدكتور محمد حط على الصفحه بتاعته على الجامعه صورته هو والده، ده دليل على انه بار الوالدين، فاللي هيبر الوالدين ابنائه هيبروه، والدكتور محمد زي بر الوالدين برضه جبت اثنين اهو، فالصور دي برضه راجل متدين وبيلعب رياضه، ودي برضه حدث تاني، يعني يمكن احنا اتعلمنا منه العلم الكثير وبنقلده في حاجات علميه، لكن الواحد ما بيعرفش يلعب رياضه لغايه النهارده، بيروح العياده بتاعته مشي وجري، فربنا يديله الصحه. وفي الصوره طبعا الاستاذ الفاضل الدكتور منير وبقيه المجموعه اللي بتلعب رياضه. اول صوره خدناها مع الدكتور صبح، الصوره دي سنه 96، وكانت يوم ما انا ناقشت رساله الماجستير بتاعتي، ودي كانت في جنينه مركز الكلى، وزي ما انتم شايفين كده كل الناس متحابه ومترابطه، وده اللي زرعه الدكتور محمد في وحده الكلى سواء في المركز او مع الدكتور ناجي هنا. والصوره دي صوره عزيزه جدا جدا جدا. طبعا الدكتور محمد هو كان المشرف الرئيسي، لكن انا شرفت ان الاستاذ الدكتور علي بدر رحمه الله عليه كان احد المناقشين ليا في رساله الماجستير، فطبعا ربنا ندعو له ان ربنا يتغمده برحمته، لانه كان انسان فاضل وعلى خلق وساب يعني ذكرى طيبه في نفوس كل تلامذته. ده في سنه الدكتوراه، ده بعد كده في احد مؤتمرات اسم البطنه كان موجود فيها هنا زمايلي كلهم. الصوره دي برضه صوره جميله حطيتها، ده المؤتمر الثاني من اسم البطنه، الصوره دي برضه لها ذكرى غاليه، فيها رموز من اقسام البطنه، دكتور فرج، دكتوره فايزه، وهم قاعدين وطبعا بنحييهم جميعا، لكن فيها الاستاذ الدكتور علي بدر، وتعتبر من الصور النادره جدا، الدكتور علي ماسك وجبه حمراء في الصوره، فدي حاجه جميله جدا.
الصورة دي برضو محطة بتكون الدكتور محمد صبحي ده بيعمل ايه؟ دي الصورة دي في المنيا. بنعمل outreach programs لتعليم الناس في جميع انحاء مصر وانجل خارجها كمان في افريقيا. دكتور محمد صبحي يعني زي ما انتم شايفين كده رحلة مفيش طرف اهي، كانت عربية عادية وبيتحمل معاناة عشان يروح يناقش اطباء نواب في المنيا ويشوف مرضى، ويمكن لما رحنا نناقش حالات المرضى مع النواب في الفترة المسائية أصر إن المرضى يكونوا موجودين عشان يسمعوا منه الديسيجن ميكنج بحيث يطمئنوا إلى إن الخطة العلاجية ماشية مظبوط. ما يخص الدكتور محمد صبحي الباحث، أنا لما عملت سيرش على الفضل فده 186 مقالة بيحملوا اسم الدكتور صبحي، يمكن العدد مقالات أكتر من كده بس ده اللي موجود على الفضل تحت اسم صبحي أمس. الجوائز حصل على الجوائز كثيره جدا. انا طبعا ما قدرتش اجيب صور الجوائز كلها عندي، لكن قمه الجوائز هي كانت جائزه الدوله التقديريه في عام 2009 ليصبح دكتور محمد ثالث واحد في طب المنصوره يحصل على هذه الجائزه بعد الاستاذ الفاضل الاستاذ دكتور غنيم، الاستاذ المرحوم الدكتور محمد حافظ، ثم الدكتور صبحي، والعام الماضي شرفنا الدكتور احمد شخير رابع جائزه دوله التقديريه في الطب لجامعه المنصوره، فطبعا زفت جامعه المنصوره على المحفل المحلي. دي احد الجوائز الدوليه. طبعا قبل جائزه دوله التقديريه الدكتور محمد خد جائزه دوله التفوق والتشجيعيه واكاديميه البحث العلمي وجوائز كثيره جدا جدا. دي برضه جائزه لها ذكرى طيبه عنده لانه خدها من رئيس الجزائر ويمكن الامين اليمين زروال، ويمكن اقوى في القصر الجمهوري وكان لها حفاوه دكتور محمد. دكتور محمد عمل كثير للنفرولوجي، لكن بعد الريتايرمنت او قبل حتى الريتايرمنت من النفرولوجي، هو ما عملش ريتايرمنت من النفرولوجي، لكن كاستاذ نفرولوجي ابتدى الفكر اللي رسخ جواه يدي في مجال البحث العلمي بحيث ينطلق من التخصص الضيق اللي هو النفرولوجي الى رحب البحث العلمي في جميع التخصصات. فعمل البرك، والبرك بينظم كورسات في متعدده في جميع المجالات، ويمكن الصوره دي بتوضح كميه الابحاث العلميه والرسائل اللي بتطلع من مركز البحوث والدورات الدوليه اللي بتتعمل على في قاعه صغيره ستيم سيل ومايكرو سيرجري وبصر سيرجري وخلافه. والحاجه الاعظم امتد هذا العلم، لان الريسيرش كان زمان يقول لك الاستاذ انا اعمل بحث ما انا استاذ، لكن لما الطلبه سنه خمسه طب في المركز بيشرفوا فارغ واشتغلوا شغل علمي على اعلى مستوى، اعتقد دي لو ده بس اللي اتحقق يعتبر كفايه قوي للدكتور محمد صبحي. الصوره دي بتحوي 32 شاب طلاب من كليه الطب وفيهم طالبه من اسنان. ال 32 طالب دول اشتركوا في ابحاث تم يعني هم اللي اشتغلوا بايديهم، الابحاث ارسلت الى مؤتمرات دوليه، كلهم سافروا يا اما اوروبا يا امريكا لتقديم هذه الابحاث. فدي طفره دي غير مسبوقه في جميع جامعات مصر. 32 طالب مش يسافروا يتعلموا، لا يسافروا يلقوا ابحاث في مؤتمرات دوليه في اوروبا وامريكا. وده صوره دكتور لاحد الطلاب لما قدم البحث في الجمعيه المصريه بين الكلى من سنتين وخد جائزه احسن بحث. ده طلاب من الطب العادي، لان الناس يقولوا احنا عملتوا ريسيرش ده لمانشستر، لا الطب العادي هو انا بشيل هنا للطالبه دي والطالبه دي، دي ايه عبد الخبير ودي ساره، واقفين مع رموز من رموز الكلى في العالم. الراجل ده ريتشارد جونسون ده الانترنشيب في كلية انترناشونال، والراجل ده بونتشيلي، يعني يمكن الناس بتوع الفرج عارفين بونتشيلي بروتوكول. اما الطلبه دول يقفوا مع التو فيجرز دول وناقشوهم، وريتشارد جونسون يقول لي ايه لو انت عملت كذا في البحث بعتهولي اكونسيدر كلينيكال انترناشونال. فاعتقد دي نقله غير مسبوقه، وعشان كده الطلاب كلهم في علم العلم من سنتين، ومش بس طلاب كليه الطب، ده امتد هذا التاثير لطلاب الثانوي والاعدادي. الطالبه دي كانت في المؤتمر الطب التجددي اللي كان ختامه في اسكندريه من سنتين ادت محاضره بعنوان اجيرني ايجيبشن مايند، فختمت المؤتمر وده طالب في اعدادي في المنصوره بيتكلم في نانوتكنولوجي وازاي نحارب الكانسر. والكليات يمكن اخر صوره خدناها في الاسبوع الماضي لما كنا في ورك شوب تبع الدكتوره كده. خلاصه الكلام الدكتور محمد صبحي نموذج بنتعلم منه، مش العلم، لان العلم ده موجود في كل الكتب وكل الدوريات، لكن هو نموذج بشري يؤصل الاخلاق والادب والعلم
واعتقد انا لما ندور على حاجه نختم بها البرزنتيشن ده ما لقيتش اجمل من كلام حافظ ابراهيم لما قال فاذا رزقت خليقه محموده فقد اصطفاك مقسم الارزاق فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الاخلاق والمال ان لم تدخره محصنا بالعلم كان نهايه الاملاق والعلم ان لم تكتنفه شمائل تعليه كان رطيه الاخفاق وده حاجه اصيله جدا لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه وانا كتلميذ للدكتور محمد صبح انا بشهد ان هو جمع ما بين كل الاشياء الجميله اللي موجوده في السلايد دي متعك الله بالصحه وجعلك ذكرا لنا نتعلم منه حتى النهايه شكرا جزيلا سنتي يتسلم الفرع من السيد الاستاذ سوري السلام يا عم